بسم الله الرحمن الرحيم الله الله والحمد لله يا الله سبحان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح يا رب العالمين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم بينا أن هناك أربع احتمالات لتفسير السببية اختار السيد الشهيد الرابع هو اعتبار مع القرن الأكيد هنا يقسم أو يقس الأصوليون يقسمون الواضع بـ إلى تعييني وتعيني يقولون الواضع تارة ينشأ من كثرة الاستعمال يعني مقارنة اللفظ بالمعنى اللفظ بالمعنى إلى أن يصبح عندنا وضعا وأخرى لا أنا أتي وأقول لك هذا اللفظ لهذا المعنى اذا كان عندنا الوضع اذا كان الوضع من الكثره بحيث انه نستخدم مثلا الان هذا القلم افرض انه سميته الف مره ثانيه اسمي الف ثالثه اسمي الف بعد بيني حينما اتكلم اقول الف يتوجه الى هذا المعنى ومره لا راسا أقول انا سميت هذا الف فهنا راح يصير عندنا وضع تعيني يعني أنا عينته لهذا الشيء أما التعييني لا التعييني بعد ذلك من خلال الكثرة صار متعينا هذا اللفظ لهذا المعنى فإذا اللفظ إذا كان اقتران بالمعنى إذا كان من الكثرة تعيني إذا كان من وضع خاص فهو تعيني طبعا السيد الشهيد هنا يذكر رحمه الله عليه بانه بناء على مسلك الاعتبار والتعهد فانه لا يمكن ان ينشا هذا اللفظ من كثره الاستعمال مباشره، كيف؟ يقول احنا بالنسبه الى التعيني أو التعيين معذرة التعيين يعني كثرة الاستعمال يقول بالنسبة إلى التعهد قلنا أنه المنشأ يتعهد وبالنسبة إلى الاعتبار أيضا اعتبار هناك سببية صارت بالبداية فتقريبا يكونان على هاد على هذين المبنيين يكون دائما اللفظ على ال التعين وليس على التعيين إذا صار تعيني فهو يدل على الوضع يعني يكشف لنا عن الوضع يعني ماكو عندنا وضع اتفاقي بل كل ما وضع هو بوضع واضع وضع واعي وضع خاص أما بناء على مسلك اللي تبناه السيد الشهيد من القرن الاكيد يقول لا بناء على مسلكنا يصح هذا التقسيم، لان احنا قلنا بان الوضع تارة يكون بواسطة التعيين وأخرى بواسطة التعين، يعني مرة يكون من كثرة الاستعمال ومرة أخرى يكون من قبيل وضع الواضع، فعلى مبنى التعهد والاعتبار غير مبنى السيد الشهيد هناك لا يصح ان يكون تعييني من كثره الاستعمال، ليش؟ شوفوا لي خل ابينها بصوره اخرى. احنا بمبنى التعهد ومبنى التعيين عندنا اول شيء هو وضع ثم بعد ذلك استعمال، هذه كثره الاستعمال صايره في المرحله الثانيه فكثره الاستعمال تدل على المرحله الاولى اللي هي شنو اللي هي الواضع كذلك بالنسبه الى التعهد التعهد اولا هو يتعهد بانه لا ياتي بهذا اللفظ الا اذا اراد هذا المعنى فلما تنشأ كثرة الاستعمال فهذه الكثرة تدل على أنه حصل عنده تعهد سابقا، حصل عنده وضع، فيكون بذلك الوضع فقط تعيني بناء على المباني غير مبنى السيد الشهيد اما بناء على مبنى السيد الشهيد، القرن الاكيد يقول لا على مبنانا لا، احنا سالمين في 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 جو الامان، لماذا؟ لانه قلنا احنا سابقا انه هذا الوضع هو نتيجه القرن الاكيد، والقرن الاكيد ارتباط، وهذا الارتباط يحصل اما عن طريق التكرار او لا مباشره، فيمكن ان يكون هذا التقسيم الوضع تعييني وتعيني على مبنانا. نطبق يقول الوضع التعييني والوضع الوضع التعييني والتعيني وقد قسم وقد قسم الوضع من ناحية سببه السبب اللي صار هذا الوضع إلى تعييني وتعيني فقيل إن العلاقة بين اللفظ والمعنى إن نشأت من جعل خاص إذا من جعل خاص فالوضع تعييني، أنا اللي عينته عن طريق أنه أنا وضعت هذا اللفظ لهذا المعنى وإن نشأت من كثرة الاستعمال بدرجة توجب الإلفة الكاملة بين اللفظ والمعنى فالوضع تعيني، احتمال أنا في الشرح قد أبدلت، أكرر مرة ثانية حتى لا يصير اشتباه عندنا اذا اذا كان بوضع خاص تعيين انا عينت واذا كان من كثره الاستعمال يكون تعين هو تعين فالسبب اما يكون بوضع خاص واللي هو هو الاكثر غالبا ما هالشكل وعندنا لا عن طريق كثره الاستعمال نسميه تعيون يقول ويلاحظوا على هذا التقسيم بان الوضع اذا كان هو الاعتبار او التعهد فلا يمكن ان ينشا عن كثره الاستعمال مباشره، يعني لا يمكن ان يكون عن طريق التعين مباشره، لوضوح ان الاستعمال المتكرر لا يولد بمجرده اعتبارا ولا تعهدا، بل الاعتبار والتعهد متقدمان على كثره الاستعمال، عندنا تعهد واعتبار او او اعتبار ثم بعد ذلك يتكثر الاستعمال، فلا بد من افتراض ان كثره الاستعمال تكشف عن تكون هذا التع... الاعتبار او التعهد. اذا كثره الاستعمال تكشف عن هذين المسالتين، فالفرق بين الوضعين يعني التعيين والتعين في نوع الكاشف فمره يكون الكاشف مالد مره يكون عن طريق هو هكذا وضع او يكون عن طريق الـ الـ اصل الوضع يكون مباشره او لا يكون من كثره الاستعمال عن الوضع فوحدة المنكشف عندنا في الموضعين ولكن تعدد الكاشف في الوضعين، يقول وهذه الملاحظة لا ترد على ما ذكرناه في حقيقة الوضع اما نحن لا في الامان من انه القرن الاكيد بين تصور اللفظ وتصور المعنى فان حالة القرن الاكيد تحصل بكثرة الاستعمال ايضا. احنا قلنا بأن القرن الأكيد يحصل إما مباشرة فجأة أو بكثرة الاستعمال، لأنها تؤدي إلى تكرار الاقتران بين تصور اللفظ وتصور المعنى، فيكون القرن بينهما أكيدا بهذا التكرار إلى أن يبلغ إلى درجة تجعل أحد التصورين يعني هذه الدرجة تجعل أحد تصورين لللفظ صالحا لتوليد التصور الآخر المعنى عن طريق الكثرة يعني نستخدم المعنى نستخدم المعنى بعد ذلك نلاحظ أنه حينما صار أكو بيناتهم يصير نوع من العلاقة فيتم بذلك الوضع التعيني ولكن أين في نظرية القرن الأكيد جيد إذا. في المبحث تبين لنا انه الوضع التعييني والتعيني انما هو على نظريه القرن الاكيد، اما بالنسبه على نظريه التعهد او على نظريه الوضع فان كثره الاستعمال ماذا؟ تشير الى وجود وضع مسبق، لا ان الوضع هو عن طريق كثرة الاستعمال يتم فالتعهد والوضع متقدمان مرتبة على كثرة الاستعمال جيد المبحث الآخر هو توقف تصور اللفظ على تصور المعنى الوضع أنا حينما أردت أن أضع هذا أردت أن أضع لفظا ما إلى أي شيء إلى معنى فلا بد لي أولا من أن أتصور المعنى ثم أضع هذا اللفظ لذلك المعنى لماذا؟ يقول لي أن الوضع هو عبارة عن حكم والحكم لا بد أن يكون أولا هناك تصور سابق ثم بعد ذلك أستطيع أن أحكم فلا يمكن أن يتقدم الحكم الوضع على الحكم بل لا بد ان يكون عندنا تصور ثم بعد ذلك احكم لا يمكنني ان احكم من دون تصور وتصور المعنى هو لابد بد ان يكون هو الاساس لذلك ينقسم من هذا اللحاظ الى اربع حالات وحده مستحيله وثلاثه ممكنه الحالة الأولى اللي هي نسميها الوضع العام والموضوع له العام أيضا، من قبيل أي شيء؟ من قبيل أنه أنا حينما أرى هذه الشجرة مثمرة، هذه الشجرة مثمرة، هذا فأرى هذه النباتات، فأضع لها لهذه النباتات بصورة عامة جنس النبات، أضع له لفظ اسم، مثلا أقول الأشجار. فهنا تصورت الألفاء تصورت المعاني معاني هذه الأشجار ثم وضعت لها لفظا بإزائها هذا نسميه الوضع العام يعني وضعت لفظا عام والموضوع له عام والأخرى إجاني مولود هذا المولود أنا تصورت اسم إليه المعنى أمامي هذا الاسم موجود فوضع خاص والموضوع له خاص والثالث الوضع العام والموضوع له خاص يعني كيف أنا أتصور فتشي عمومي وهذا الشيء العمومي أضع له لمصداق يشير إليه إلى هذا اللفظ العمومي مثل اسم فاعل مثلا أو من الابتدائية أو غير ذلك فهنا الموضوع له عام والوضع خاص الموضوع له الوضع عام والموضوع له خاص الموضوع له هو اصل المعنى وحينما وضعت له يعني انا اتامل الى اصل الموضوع له واضع في قباله الموضوع له عام والوضع الوضع العام والموضوع له خاص فاصل ما اتصوره هو الموضوع له ولكن باعتبار ان هذا الموضوع له يمكن ان يستخدم في اكثر من مكان فيكون الوضع له بوضع عام فالوضع العام والموضوع له خاص اما الوضع الخاص والموضوع له العام فهذه لا يمكن أن نتصورها، لأنه لا يمكن أن يكون أتصور المصداق الخاص وأضع للعموم، يعني أتصور مثلاً أرى زيد وأضع للإنسان، هنا لا يمكن تصوره، لماذا؟ لأن الخاص ليس هو، لا هو يمثل العام، ولا هو عنوان يشير إلى العام، أما بالعكس يمكن ان اتصور الانسان مثلا واضع لزي او اتصور حروف الجر واضع لاسم الفاعل او اضع لمن الابتدائيه اتصور هيئات اسم الفاعل واضع الفاعل وهكذا فاذا التصور والوضع هو نوع من الحكم والحكم لابد ان يكون فيه ماذا ان نتصور الحاكم والمحكوم وبما انه الحكم على المعنى هو عباره انه اضع هذا اللفظ لهذا المعنى فهنا ماذا اصنع؟ يتقسم ينقسم الى اربعه اقسام الوضع الخاص والموضوع له خاص والوضع العام والموضوع له عام والوضع العام والموضوع له خاص اما الوضع الخاص والموضوع له عام فهذا لا يمكن نطبق يقول توقف الوضع على تصور المعنى ويشترط في كل وضع يباشره الواضع ان يتصور الواضع المعنى الذي يريد ان يضع اللفظ له أو شيء يتصور المعنى حتى يضع الى هذا اللفظ لان الوضع بمثابه الحكم على المعنى واللفظ يعني ال 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 اصل الوضع هو أيضا مثابة أنه أحكم هم على هذا المعنى وهم على هذا اللفظ وكل حاكم لا بد له من استحضار موضوع حكمه المعنى عند جعل ذلك الحكم اللي هو الوضع وتصور المعنى تارة يكون باستحضاره مباشرة استحضر نفسه مباشرة وأخرى باستحضار عنوان منطبق منطبق عليه وملاحظته بما هو حاك عن ذلك الشرط عن ذلك المعنى وهذا الشرط يتحقق في ثلاث حالات إما أن استحضره مباشرة أو استحضر عنوان مشير اليه في الحالة الاولى والثانية ان استحضر نفسه هو مباشرة المعنى مباشرة أما في الحالة الثالثة فأنا أستحضر بعنوان مشير إليه الأولى أن يتصور الواضع معنى كليا كالإنسان ويضع اللفظ بإزائه إنسان أضع اللفظ بإيه هذا ويسمى بالوضع العام والموضوع له العام يعني هنا تصورت المعنى نفس المعنى استحضرت نفس المعنى مباشرة ووضعت له هذا الاسم او اللفظ. الثانية أي يتصور الواضع معنى جزئيا كزيد ويضع اللفظ بازائه. هنا ايضا تصور نفس المعنى ولكن بما هو جزئي. ويسمى بالوضع الخاص والموضوع له خاص. جيد. الثالثة هنا هنا لا. يتصور بعنوان مشير اليه ان يتصور الواضع عنوانا مشيرا الى فرده عنوان يشير الى هذا الفرد ويضع اللفظ باساء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان مشير اليه يعني مثلا فاعل الفعل فيضع اسم فاعل لهذا ويسمى بالوضع العام والموضوع له الخاص التصور هو لأصل العنوان ويضع اللفظ بهذا لهذا الفرد وهناك حالة رابعة لا يتوفر فيها الشرط المذكور ويطلق عليها اسم الوضع الخاص اسم الوضع الخاص والموضوع له العام وضع خاص وموضوع له عام يقول وهي أن يتصور الفرد ويضع أن يتصور الفرد ويضع اللفظ لمعنى جامع أنا لا يمكنني أن أتصور فتشيء من هذه الورقة وأضع معنى للكتاب لا يمكن هكذا أو لا يمكن أن أتصور مصداق وأضع للعام وهذا مستحيل، لماذا؟ يقول لأن الفرد والخاص ليس عنوانًا منطبقًا على ذلك المعنى، لأن احنا عندنا شرطين، يعني شرط واحد من هذه الأمور لازم يتحقق، إما أن يكون نفس الموضوع تستحضره أو عنوان مشير إليه، وهذا الفرد بالنسبة إلى العام لا هو نفسه ولا هو عنوان مشير إليه. لأن الفرد والخاص ليس عنوانا منطبقا على ذلك المعنى الجامع ليكون مشيرا اليه، فالمعنى الجامع في هذه الحالة لا يكون مستحضرا بنفسه ولا بعنوان مشير اليه ومنطبق ومنطبق عليه. زين أمثلتها سيدنا ما هي؟ يقول: ومثال الحالة الأولى أسماء الأجناس اللي هي الوضع العام والموضوع له عام. اضع لجنس الشجره، اضع لجنس هذا الحيوان الناطق، اضع لجنس هذا الحيوان الصاهل وهكذا. ومثال الحالة الثانية الاعلام الشخصية ابن انولد او مدينة انشئت جديدة او شيء من هذا القبيل. واما الحالة الثالثة فقد وقع الخلاف في جعل الحروف مثالا لها. الحروف مثلاً من للابتداء أنا أصل المعنى أتصور الابتدائية وأضع هذه الكلمة من لهذا المعنى وسيأتي الكلام عن ذلك في بحث مقبل إن شاء الله تعالى إذن تبين لنا في أن الوضع هو عبارة عن حكم لللفظ والمعنى وفي الحكم لا بد من استحضار اللفظ والمعنى حتى أحكم عليه وعلى هذا الأساس وبما أنه انا استحضاري اما ان يكون مباشره لنفس الشيء او بعنوان مشير اليه، وعلى هذا الاساس قسمنا الانواع التي يمكن ان نتصورها في الوضع الى ثلاثه وواحد مستحيل، الاول وضع عام موضوع له عام مثل اجسام مثل اسماء الاجناس، الوضع الخاص والموضوع له الخاص مثل الاعلام الشخصيه، الوضع العام والموضوع له الخاص من قبيل الحروف والوضع الخاص والموضوع له عام هذا لا يمكن تصوره اما بقيه الكلام فسياتي الحديث عنه في الدرس المقبل اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد